وعن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا نادر جريسي، مستشار سياحي وصاحب شركة سياحة. أهلا وسهلا بك سيد نادر. شكرا. برأيك متى من المتوقع أن يعود القطاع السياحي إلى ما كان عليه قبل عام وأثناء عام 2019؟ يعني إحنا بنحاول أنه نعيش بواقع الحياة، لكن بأمل كبير أنه إن السنة اللي إحنا موجودين فيها 23 تحاول تسترد قوانا اللي كنا مبنيين عليها وبانتظار الخير من السنين السابقة، لأنه كان في ارتفاع لغاية 2019، كان في ارتفاع ملحوظ جدا بنسبة السياحة القادمة والإقامة بالفنادق المختلفة. فإحنا طبعا بنتأمل وبنرجو أنه يكون في عنا قصد من الاستقبال، وبالأخص في مدننا العربية بالمنطقة، الناصرة بشكل خاص. إحنا منرحب، إحنا شعب بنعرف نرحب بالضيوف، وعندنا فنادق ممتازة وعندنا خدمات ممتازة، لكن البنية التحتية لغاية اليوم ما زالت ضعيفة جدا بالوسط العربي. فمع كل هذا إحنا عايشين بأمل إنه يكون في انفتاح. و طب إذا تحدثت عن البنية التحتية للمجتمع العربي، هل هناك تحديات أخرى تواجه هذا القطاع كي يعيد إنعاش نفسه ويعود إلى الخارطة السياحية في العالم؟ يعني الناصري كمثلا، الناصري بلد معروف عالميا. نعم. ما في حاجة يسوقوه أكثر من أسمه. أسم الناصري معروف عالميا للعالم المسيحي ولكل الأبناء الدول المجاورة. فالتسويق لمدينة مثل الناصر، مدينة تاريخية، مدينة اللي لها علاقة بالدين المسيحي وديانات أخرى طبعا، فهذا بعطينا عامل مقدم لإمكانية الحفاظ على مستوى سياحي راقي. إحنا عنا اليوم موجودين بعلم عالي جدا، عندنا مستويات مرتفعة جدا من أصحاب الفنادق والعاملين بالفنادق وأصحاب المكاتب السياحية. فإحنا جاهزين ومنرحب بكل سائح يجي عندنا، بس يمكن شوي نهتم أنه نخفض الأسعار. نعم. لأنه عندنا مشكلة، أسعار الفنادق بإسرائيل عامة هي أسعار مرتفعة جدا نسبة للدول المجاورة. طيب بعد العامين المنصرمين الصعبين اللذين مرا على قطاع السياحة في البلاد، كيف يمكن وصف هذا القطاع الآن في هذه الأثناء؟ كيف هو وضع السياحة والقطاع السياحي؟ والله اليوم ملاحظ جدا بالفترة الأربع شهور الأخيرة أنه كان في ارتفاع ملحوظ. يعني صرنا نشوف أنه في طلب للفنادق، طلب ل الباصات السياحية، للمرشدين السياحيين. إحنا عنا الرغبة وطبعاً النشاط جاهزين لأنه نقدم أكثر ما يمكن من خدمات للسائح القادم، وعنا الإمكانيات اللي يعني إحنا بنستنى بس دعم من الدولة، اللي وللأسف لغاية اليوم ناسي إنه في بلد اسمه الناصري أو القطاع العربي بداخل إسرائيل. هذا أمر مؤسف، لأنه إحنا مننتظر الدعم. أهل البلد ممتاز، لكن هذا لا يكفي، لازم يكون في دعم حكومي، دعم وزاري، دعم متخصصين عدا السياسي، اللي وللأسف قاعدة بتعمل مشاكل كثيرة بالسياحة القادمة. يعني اللي بده يجي على سياحة لبلد اللي فيها توتر بيكون يعني إمكانية التسويق لهذه البلد بتكون ضعيفة. أصعب. احنا بنشوف انه الدول المجاورة إلنا حاولت وبنجاح استردت أزمة السياحة اللي انقطعت عنا شي سنتين، لكن بلادنا إسرائيل بالذات بعدها متخلفة، وهذا أمر مؤسف. لكن احنا بنعيش بالأمل انه يكون في تقدم بالتعامل ومساعدة ومساندة من كل الجهات. احنا طبعا على أتم الاستعداد ل محاولة استرجاع القوة البشرية اللي خسرناها بآخر سنتين من العاملين بالقطاع السياحي.
نعم، يعني في التقرير الذي كان قبل قليل تحدثوا عن أن الكثير من العاملين في مجال قطاع السياحة في أزمة كورونا تركوا هذا القطاع وبحثوا عن أشغال أخرى مختلفة ولم يعودوا. هل فعلا هناك نقص في الأيادي العاملة الخاصة في القطاع السياحي في البلاد؟ طبعا لأنه المتخصص بمجال السياحة هو متخصص، هذا اتعلم وتمرن ويتنشط بهذا المجال. فإذا كان بالسنتين الأخيرات كان في ضعف وكان في نوع من الاستهتار بالقطاع السياحي، فعلى بين ما نعيد أو يرجع الوضع على مكان بدأ تأخذ بعض السنوات، لكن إحنا عايشين بالأمل، إحنا عايشين بالأمل لأنه عندنا كل الاستعداد وعندنا كل المقدرة إنه نستضيف السياحة القادمة بكل ترحاب وبكل رغبة مع ابتسامة أصيلة، وعندنا طبيعة بلدنا حلوة جدا، تاريخنا حلو جدا، أكلنا أطيب ما يمكن، وإحنا مبتسمين ومنرحب بكل ضيف. إحنا طبعا مسرورين جدا إنه في قفزة جيدة بالفترة الأخيرة لاسترداد السياحة القادمة. طب بالعودة إلى موضوع الفنادق، يعني إذا ما تحدثنا عن نسبة انشغال هذه الفنادق من ناحية الإقامة والمبيت فيها من القادمين من الخارج، ما هي نسبتها الآن يعني في هذه الأيام؟ وللأسف إنه نسبة ما زالت بعدها منخفضة. يعني الناصر بشكل خاص، الناصر كان متوقع إنه تكون موجودة بقمة السياحة القادمة، لكن للأسف يعني ما وصلنا للخمسين في المية من قوتنا السياحية بفنادقنا. هذا أمر مزعج ومقلق، لكن نظرتنا مستقبلا إنه الفنادق الموجودة عندنا لازم يكون في عندها حركة سياحية أنشط، ولازم يكون في بناء فنادق جديدة ومنشآت سياحية. لا يكفي إنه السائح هو جاي مش بس انه جاي ينام بالفندق، بده في امور اللي هي ترفيهيه. للاسف لغايه اليوم ما عندنا المقدره او الامكانيه اللي تدفعنا لقدام لقضاء وقت ممتع مع السياحه من جهه الترفيه. احنا لا عندنا نهر ولا عندنا بحيره ولا عندنا جبل ثلج. بنرحب بالضيوف بالتاريخ الموجود عندنا، تاريخ هائل عظيم وشعب لطيف وأديب، وإحنا منرحب. طيب على الصعيد السياسي، كيف أثرت أو ستؤثر عليكم الحكومة اليمينية المتطرفة وسياساتها الجديدة برأيكم على القطاع السياحي وبالأخص على مدينة الناصرة من وجهة نظرك؟ هل لها أثر؟ الواقع إنه إحنا رجال سياحة وليست رجال، ولسنا رجال سياسي، لكن إحنا عايشين افطورنا وغدانا وعشانا هو كمان سياسي، وإحنا عايشين في ضائقة سياسية شديدة، ظلم شديد سياسيا، وإحنا يعني القطاع المنسي، إحنا العرب بداخل البلد إحنا منسيين، يعني النظرة إلنا كأنه إحنا جانب طرف، إحنا ضيوف في بلادنا، وهذا أمر يستهجن ومؤسف. إحنا من نطلب ومن طالب العالم كله وإسرائيل طبعا بشكل خاص إنه يا عمي إحنا موجودين هنا في بلدنا، إحنا ما أجينا بطيارة من خارج البلاد، هاي بلدنا ولدنا فيها وبدنا نموت فيها ونحيا بنوع من الانتماء اللطيف. لكن الوضع السياسي مقلق، وعمليا صلنا إحنا 70 سنة بوضع سياسي مقلق، دائما حروبات ومشاكل سياسية، وهذا أمر مزعج. إحنا منمد إيدنا للسلام، سلام واحترام بمحبة احترام الآخر، وهذا هاي رسالتنا الدائمة. ورجال السياحة برحبوا بالانفتاح السياسي للسلام، وهذه هي رسالة مدينة الناصرة دوما. شكرا لك جزيل الشكر السيد نادر جرايسي، مستشار سياحي وصاحب شركة سياحة، شكرا لك.